مليكة؟ قصدك ايه؟ انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ ولا حاجة، لما كلمتك في التليفون حسيت ان صوتك وطريقتك يعني مش كويسين فقلقت عليك، قلت اما اجي اطمن. انت دخلت ازاي؟ انا هو انا سايب الباب مفتوح؟ لا، المفتاح كان في الباب فقلت انت اكيد هنا، جيت بصيت عليك ما لقيتكش. انت سمعتي حاجه؟ سمعت ايه؟ لا انا كنت ماشيه ليه؟ لما ما لقيتكش هنا قلت ادور عليك في البيت. تعالي معايا. اجي معاك فين؟ على جوه. سعيد ادخلي. ايه يا سعيد، في ايه؟ يلا. طب ثانية واحدة بس هفهمك. يلا ادخلي. ماضي. يلا خرج مليكة بره الموضوع يا دكتور. احنا رجالة زي بعض وهنعرف نتفاهم. خايف عليها؟ بيحبك؟ ايه؟ متفاجأة؟ لا، بس انت تقصد انه بيحب مليكة مش انا. مش فارقة، كده كده هتحصل عليها. يعني ايه؟ لان احنا عملنا لها تحليل دي ان ايه وطلعت ايه. مظبوط، دكتور سعيد هو اللي عمل لي التحليل ودكتور سعيد برضه هو اللي زوره. ايه تنكر؟ تنكر ان انت زورت نتيجة التحليل وطلعتني ايه مكان مليكة؟ طول فترة علاجك ليا وانت بتحاول تحط جوايا ان انا ايه مش مليكة، لدرجة ان انت جننتني. طول الوقت كنت بقعد اسأل نفسي ايه اللي ممكن يخليك تعمل كده؟ ايه اللي يخلي انسان يعمل كده في حد في اسوأ مرحلة في حياته؟ لحد ما سمعتك دلوقتي وفهمت. يعني انت سمعتي كل حاجة بس للأسف متأخر قوي. ما كانش متأخر بالنسبة لي. شك فيك ابتدى من يوم ما جيت لي البيت وقلت لي ان انا وحشاك وان انت حاسس حاجة ليا. ما صدقتكش، عينيك كانوا كدابيني. يوميها قررت ان انا كمان هروح اعمل تحليل دي ان ايه لنفسي من غير ما حد يعرف عشان اشوف النتيجة في الاخر هتطلع زي ما انت قلتها لي ولا لا. الانسان بيمشي في طريقه ويروح لمصيره برجليه. انا ماليش دعوه، انا مجرد اداه مش اكتر. صدقك، عشان مش انت لوحدك اللي عملت فيا كده. حازم كمان من كتر الحقد اللي جواه ضحك عليا وقال لي ان انا وايه بدلنا السلسله واحنا ما بدلناهاش. انا مش عارف ايه اللي خلاني اقول لك كده الصراحه. لا انت عارف يا حازم، عشان انت شايف ان الشريف خطف منك ايه فقررت ان انت تنتقم منه وتحسسه ان اخته هي اللي ماتت مش ايه. والله ما فكرت فيها كده. حتى لو ما فكرتش فيها كده يا حازم ده مش مبرر برضه. انا اسف يا مليكة، انت عندك حق، انا فعلا اتعاملت بغشوميه معاك انت وهي، بس انا بحاول اتغير. الانسان بيجي عليه وقت ولازم يكبر حتى لو غصب عنه بجد. وانا خلاص مش زعلانه منك، وكان نفسي قوي ان هي تبقى عايشه وتسمع الكلام ده، كانت هتبقى فرحانه بيك بجد. كان بيكذب عليكي. يعني حتى حازم لما غلط قرر ان هو يصلح غلطته ويتغير. كل بني ادم فينا ممكن يغلط يا سعيد وممكن يصلح الغلط ده. الا انا خلاص، انا انسان مستقبله ضاع. كل حاجة راحت، الحل الوحيد عشان أخرج من كل اللي أنا فيه ده
صفحة جديدة وانسف كل ده. مش هتعرف يا دكتور. لا لا، ازاي هيعرف؟ طبعا كل حاجة ممكن تتصلح، والله العظيم صدقني. نفسي الزمن يرجع بيا لورا، لما كنت عيل صغير. أبويا ياخدني في حضنه يقول لي يا سعيد ما تخافش، ما تقلقش. عمري ما هسيبك أبدا. كان نفسي يبقى قوي عشان يرد لأكرم الألم اللي هو اداهوله. كان نفسي كل الغلط تصلح. للأسف في أخطاء ما بتصلحش. بلغت عني؟ والله العظيم ما عملت حاجة، من قاعدة معاك أهو. أمال إيه؟ أيا كان اللي بتعمله ده هيضيعك يا دكتور. بلاش تقبض عليك وأنت قتلت ثلاثة، اسمع مني. مش فارقة، واحد زي اتنين زي تلاتة زي عشرة. أوعدكم بحاجة، الليلة دي مش هتعدي غير لما كلنا نموت. اقتلني أنا وسيب مليكة، متبقاش جبان وتقتل واحدة ست. اخلص خالص، مش عايز أسمع صوت. لا لازم تسمع يا سعيد، بدل الرعب اللي انت معيشنا فيه ده. لو عايز تموت حد اقتلني انا اللي موتت قبل كده. لا 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 لا، مش هو ده العدل. لا لا، مش هو ده العدل. العدل اني كنت اسجن ابوكي او اقتله بايديا. هو ده اللي انت عملته. هو دلوقتي في السجن، ولو عايز تموت حد موتني انا بدل وخلصني. لا لا لا، مش هو ده العدل. العدل مش كلمه تتقال بس يا دكتور. لو حاولت تطبق العدل بانك تظلم غيرك يبقى ما عملتش حاجه. واحد يموت